بكم في درس جديد من دورة تعلم Web Applications وذلك باستخدام الفريمورك Django. قمنا في الدرس السابق بالتعرف على كيفية إنشاء التمبليتس وأصبحنا قادرين على القيام بالرندرينج على أساس الصفحات وليس الكتابات البسيطة كما نرى هنا. فنستطيع استخدام صفحات متكاملة في HTML، نقوم بتخزينها في فولدر تمبليتس ونقوم باستدعائها وذلك حسب الطلب. ما سوف نقوم به في هذا الدرس هو القيام بتدعيم هذا المفهوم والتعمق فيه ورؤية كيفية القيام بتجاوز بعض المشاكل والأخطاء وكتابة كود متناسق ومتسق. فالآن إذا قمنا بالرندرينج على هذا الأساس، إذا قمنا هنا بتفعيل هذا اللينك فنراها بهذا الشكل، وذلك على مختلف الصفحات سواء كانت الكونتاكت أو المين أو السيل. ولكن نرى أنه في كل مرة نقوم باستدعاء نفس الصفحة، فهنا لدينا Lesson 15 ودائما نقوم باستدعاء نفس الملف. ولكن في الحالة الطبيعية هذا غير ممكن، لأنه إذا كنا سنستدعي نفس الصفحة فينبغي أن نقوم بالتعبير عنها باستخدام تابع واحد، ولا حاجة لكتابة هذه التوابع الكثيرة. لذلك الحالة الطبيعية هو أن تكون لكل فيو وكل تابع صفحة خاصة تقوم باستعراضها. وللقيام بذلك دعوني هنا أقوم بالتفصيل وكتابة بعض الأكواد في صفحات مستقلة تعبر عن هذه التوابع. فهنا مثلا سوف نقوم بإنشاء contact HTML، وفي بداية الأمر سوف نقوم بنسخ الكود هنا والتعبير عنها بهذه الصفحة، وكذلك بالنسبة للسيل بهذا الشكل. لنقوم باستدعائها في الفيو فنقول هنا هذه سوف تبقى على حالها lesson 15 وهذه سوف تكون contact وهذه سيل بهذا الشكل. الآن إذا قمنا بالعرض نراها تعمل ولا يوجد مشاكل، ولكن هنا نرى كيف أنه قمنا فقط بتكرير هذه العمليات وهنا وقعنا في مشكلة أخرى. فيجب علينا تلافي التكرار بقدر الإمكان والقيام بتطبيق Don't Repeat Yourself أي Dry. فسوف نقوم بتطبيق هذا المفهوم، والذي على أساسه سوف نقوم مثلا بإنشاء الكود مرة واحدة ونقوم بتدعيمه واستخدامه في أكثر من مكان وذلك حسب الطلب. للقيام بذلك من المتعارف عليه هنا في التمبليت أن نقوم بإنشاء ملف باسم base.html ونقوم هنا بإضافة الكود الذي سوف نقوم بمشاركته. فإذا قلنا هنا قم بنسخ هذا الكود وإضافته في هذا المكان، وبعدها في هذه الصفحات بدل القيام بالتكرار وإعادة كتابة هذه الأكواد فسوف أقوم باستدعاء هذه البيس. فنقول هنا extend وذلك لهذه البيز HTML، وأقوم بتكرار هذه أيضا في السيل وأيضا في ال HTML الخاصة بالمين. لنرى الآن إذا قمنا بالتحديث فنراها تعمل دون أي مشاكل جيد جدا. ولكن هنا إذا أردنا مثلا القيام بالإضافة والتعديل على المحتوى الخاص بهذه الصفحة، فإذا قلنا مثلا في صفحة المين هنا سوف أقوم بإضافة تاج جديد ليكون header 2 ولنقول هنا مثلا hi there. إذا أردنا عرضها وقمنا بالتحديث نراها غير موجودة. لماذا؟ لأنه فعليا هذا الكود لم يتم التعرف عليه وإضافته في هذه الصفحة. فهنا سوف يتم التعرف على هذه الأكواد والقيام بالإضافات والإقحام وذلك بطريقة خاصة تم التعرف عليها في Django، بحيث يجب علينا القيام بتعريف المكان الخاص لهذا التاب وأين يجب علينا القيام بعرضه. فإذا لم نقم بتحديد هذه المعلومات فالكومبايلر سوف يقوم بتجاهل جميع الأكواد التي نقوم بكتابتها هنا دون تفصيل. لذلك سوف نقوم هنا بالذهاب إلى البيز لنقول مثلا هنا سوف أقوم بإضافة هذا التاب وسوف نقوم بتسميته مثلا tag edge. لذلك سوف أقوم بتعريف ما يسمى block فنقول block ونقوم بتسكيره end block. سوف نقوم بتسميته كما قلنا tag edge بهذا الشكل. فعندما نقوم بتعريف واستدعاء tag edge فكل المحتويات سوف تكون موجودة هنا وسوف تتم طباعتها بهذا المكان. لنقوم الآن بالتطبيق مثلا هنا كما قلنا سوف أقوم بإحاطة هذا التاج بهذا البلوك فنقول block tag edge وهنا نقوم بتسكيره بهذا الشكل. نقوم الآن بالتحديث فنراها hi there جيد جدا. وليس فقط أستطيع القيام بإضافة plain text ولكن أيضا أستطيع التعامل مع المتحولات التي قمت بتمريرها
وذلك عن طريق استدعاء ريندا، والتي كانت في حالة هنا كلمة الميل، وأعتقد هي باسم name لهذا الشكل. فنقول هنا مثلا لهذا المكان وقم بطباعته بهذا الشكل. لنرى الآن. تمام. وهناك الكثير من هذه الـ built-in tags في الـ templates الخاصة بالجانجو، مثلا كالloops حلقات الفور وشرط المنطقي if وغيرها من هذه العمليات. فمثلا إذا أردت القيام بإنشاء حلقة فور في الـ template الخاص بالجانجو، فسوف نقول هنا مثلا قم بإنشاء حلقة فور على المتحولات الموجودة. دعوني أقوم بتعريف list، أقوم بتمريرها عن طريق الـ view. فإذا قلنا هنا إضافة للـ main ولهذا النيم، قم هنا بتمرير ليست والتي تحتوي على المكونات التالية 1 2 3 4 بهذا الشكل. وهنا قم باستدعاء هذه الليست وقم بطباعة القيمة الخاصة به بهذا الشكل. طبعا لا ننسى القيام أيضا بإغلاق الفور، فنقول end for. إذا قمنا الآن بالتحديث فنراها بهذا الشكل، جيد جدا. وأيضا نستطيع القيام بإضافة شروط منطقية، وهناك أيضا متحولات أقوم باستدعائها وهي موجودة مسبقا في الجانجو، مثل الريكوست والأوثنتيكيشن إنفورميشن الخاصة باليوزر. فإذا قمنا هنا بالاستعلام عنها مثلا، دعوني أقوم قبل القيام بإضافة الشرط المنطقي بطباعة اليوزر ولكن خارج حلقة الفور. فإذا قلنا هنا مثلا يوزر فنراه عبد الله، وإذا قلنا هنا هل هو موثوق authenticated فنراها true. فأستطيع مثلا القيام باستخدام هذا كشرط منطقي، بحيث إذا كان هناك سماحية وصول وكان هذا اليوزر authenticated فقم بطباعة هذه المعلومة، وإلا فقم بتجاهلها. فهنا أستطيع القيام بنسخ هذه، وهنا دعوني أقوم مثلا بإضافة شرط if، فنقول if user is authenticated فهنا قم بطباعة هذه المعلومات، وهنا ينتهي شرط الإيف. لنرى الآن عندما نقوم بالتحديث يقوم بهذه الطباعة، جيد جدا. ولكنه إذا قمنا بالذهاب إلى متصفح لا يحتوي على اللوج إن الخاص بهذا اليوزر، مثلا قمنا بالذهاب إلى private website وقمنا بنسخ هذا اللينك هنا، فنرى هذه المعلومات غير موجودة، وذلك لأن الأوثنتيكيتد في هذه الصفحة هو فولس. فبهذه الطريقة نستطيع الاستعلام عن هذه المعلومات ونقوم بجلبها، وأيضا لدينا حرية الحركة للاختيار والتعامل مع هذه الأكواد عن طريق التمبليتس الخاص بجان. وأيضا نستطيع القيام هنا باستخدام هذه التعريف بشكل مباشر، وذلك في الفيوز، فلا حاجة لكتابتها هنا، وأقوم مثلا بالذهاب إلى الفيو وإضافتها بهذا الشكل مثلا if user is authenticated، ولكن نقوم بالاستعلام عنها باستخدام request، فنقول request.user. فإذا كانت كذلك قم بطباعة هذه المعلومات، وإلا فقم هنا طبعا نقوم باستخدام else ولا ننسى column. وسوف نقوم بإدخال مثلا مصفوفة فارغة. لنرى الآن عندما نقوم بالتحديث فنراه تم الطباعة، وذلك لأن هذا user authenticated. إذا قلنا not قبلها للنفي وقمنا بالتحديث فنراه كيف قام بحجب هذه المعلومة. فهنا لدينا حرية الاختيار والتعامل مع هذه المكونات كيف ما نشاء. هذا بالنسبة للتعامل مع templates والقيام بالدراي don't repeat yourself، وأيضا تعرفنا على الأكواد والbuilt-in tags الخاصة بالtemplates. أيضا قد يتساءل أحدكم لماذا هنا قمنا باستخدام الرندر ولم نقم باستخدام الـ HTTP response بشكل مباشر. فهل نستطيع مثلا عوضا عن هذه المعلومات أن نقوم بتعليقها أن نقوم مثلا باستخدام الـ return هنا، وذلك على هذه الصفحة والتي هي lesson 15 HTML. دعونا نقوم برؤية النتائج. إذا قمنا هنا بالتحديث فسوف نرى أنه سوف يقوم بطباعة هذا الاسم كأنه نص string، أي لم تتم المعالجة ولم يقم باعتباره ملف وإنما اعتبره كنص. لذلك إذا أردت استخدام هنا الـ HTTP response دون استخدام الـ render وأردت القيام بالمعالجة، علينا القيام هنا بخطوات إضافية نستطيع من خلالها معالجة ما نقوم بتمريره قبل القيام بعرضه.
فإذا قلنا هنا from Django template loader import get template، وهنا سوف نقول بالنسبة لـ name سوف نقوم باعتماد هذا الاسم، نقوم بقصه، وهنا سوف نقول قم بجلب هذا التمبليت الخاص بـ get template على هذا الاسم كما قلنا، لنقوم هنا بتمرير هذا التمبليت، وقلنا هنا render بهذا الشكل. إذا قمنا بالتحديد فنراها بهذا الشكل مع اختفاء الاسم هنا. لماذا؟ لأنه قمنا بالمعالجة وتم فهم هذه الصفحة لا مشكلة، ولكنه لم يتم التعرف على هذه المتحولة فقام بإعطاء القيم الفارغة لها، لذلك نستطيع هنا القيام بتمريرها عن طريق هذا الرندر. فإذا قمنا بنسخ هذه مثلا ووضعها هنا نقوم بالتحديد فنراها بهذا الشكل. طبعا هناك الكثير من الأمور التي نستطيع القيام بالتعديل عليها والقيام بكتابتها، وكما نرى الخيارات كثيرة وعديدة باستخدام الجيانجو وغيرها من لغات البرمجة، ولكن هذه لمحة بسيطة عن هذه الأدوات وكيفية التعامل معها، ومع مرور الوقت والبراكتس نستطيع القيام بالتعلم واكتساب هذه الخبرة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.